المؤسس لفرقة ثلاث سبعات المتخصصة طبعا في مكافحة الإرهاب الدولي، ونعرف برضو رؤيته للي بيحصل ده. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. في ظل اللي بتسمعه دلوقتي من يعني معلومات متضاربة، ولسه كنت بقول نوعية الأسلحة اللي موجودة مع المختطفين والعهدة على وزارة الداخلية، وبتقول كمان أحب أشير برضو أنها قالت أن الجنود السبعة المختطفين بحالة جيدة. ففي تصور حضرتك شكل العملية العسكرية إذا كانت بدأت بالفعل تكون شكلها وطبيعتها عاملة إزاي، وشكل التعامل الأمني مع المختطفين دلوقتي بيقسم العملية شقين. أيوة يا فندم. شق اللي هو لأن طبعا احنا مش بنواجه إرهابيين مختطفين مواطنين من جنودنا. أيوة يا فندم. ده شق بيبقى موجود في الإرهاب دايما، في مبنى، في طيارة، في زي ما كل طول عمرنا بنشوف. أما في حالة وجودهم في مواقع زي اللي هي حاليا دلوقتي في سيناء، ففي شقين، الشق بتاع اللي هم الخاطفين ومعاهم اولادنا، وفي الشق الثاني اللي هم كقوات عسكريه، يعني دي قوات عسكريه ما هياش قوات مدنيه، قوات عسكريه باسلحه زي ما حضرتك بتقولي ايا كانت. مهما كانت هذه القوه ومهما كانت هذه الاسلحه فهي امام قوات الجيش المصري تساوي صفر، وقادرين على التعامل يعني معها. ما نخافش من نوعيه السلاح اللي موجود معاهم يا فندم. دول يعني هل هم دول في 73 اسرائيل بكامل اعتادها بالتالي قدرنا نتغلب عليها يعني. تمام. لكن طب حضرتك كويس انك قلت، خليني مع الشق الاولاني برضو. الجيش المصري، وانت اشرت حضرتك لاسرائيل، يعني الجيش المصري بيحارب جيش تاني، بيحارب العدو، لكن هل هو مدرب على التعامل بالنسبه لعمليه اختطاف وتحرير رهائن وما الى اخره؟ يعني الناس دي معاها سلاح، اول لما يحصل مواجهه هل هيصوب الاسلحه دي اول ما يصوبها للرهائن اللي موجودين معاه ويقضي عليهم على الفور؟ عشان كده انا بقول خلينا نقسم العمليه شقين، الشق اللي هو حضرتك بتذكريه ده، ودي قوات مسلحه قادره عليها من خلال قوات تقليديه، من خلال قوات الصاعقه. اما وحده مقاومه الارهاب فهي المختصه بمن المجموعه اللي قاعده مع المختطفين. ده جزئيه ثانيه، ودي يجب ان نصل الى معلومات كامله عنهم عشان خاطر العمل فك اسر هؤلاء الرهائن يكون عملية سليمة 100% وما يكونش فيها أي ضحايا من أولادنا. فدي ما بتتمش إلا عن طريق معلومات دقيقة، والمعلومات الدقيقة دي مش هتتم برضو إلا حصل بيننا وبينهم تواصل. إيه يا فندم؟ يعني تواصل. تواصل ما بين القوة اللي هي قبض على أولادنا والوحدة ثلاث سبعات اللي هي مقامة الإرهاب. ده معنى إيه؟ يعني ده معنى إيه ويحصل إزاي التواصل ده؟ هذا التواصل بيتم عن طريق انك انت بتحصيهم اللي هم عاملينه دلوقتي، القضاء على اي قوه كبيره محاوطه بيهم، بعدين تبتدي التفرغ لهؤلاء المجموعه بالتفاوض معاهم. التفاوض يعني معناها مش انا بتفق، لا، تفاوض ده معناها بحط هؤلاء الناس في ظروف ضغط بقى نفسي شديد، يعني تحت ضغط نفسي وبدني وذهني، بحيث ان انا يسمح لي ان انا احطه في المكان المناسب عشان ادمر هذه القوه مع سلم التجربه. ودي طبعا يمكن شرحها هيطول، لان حتى لسه دلوقتي يعني انت الف وسيله لبدء التفاوض، وبدء التفاوض يعني معناها ان انا بتفق، لا، ان انا الحوار الى ان اصل لهؤلاء الناس، دول في ارضنا، دول محكومين بينا، القضاء على القوى الكبيره اللي حواليهم دي سهله، ثم يبتدي نوصل للدم اللي احنا عايزين. طب سياده اللواء، لما نحط اكتر من احتماليه بالنسبه لجنودنا المختطفين وموجودين فين، يعني في احتمال بيقول انه والله ممكن يكون تم توزيعهم وتفريقهم على اكتر من مكان او بيت علشان تحسبا للي هيحصل، هم اكيد عارفين اللي هيحصل. واحتمال تاني بيقول لا، ده هم اصلا مش موجودين لا في الشيخ زويد ولا في رفح، ده زمانهم اتهربوا عبر الحدود من زمان. احنا بنتعامل دلوقتي مش ده احنا في قوة عسكرية وفي مخابرات حربية ومخابرات عامة، واذا كان في تعاون من امن الشرطة دي احنا مش داخلين على مجهول. اي عملية عسكرية كبيرة او صغيرة
مطلوب المعلومات الدقيقه لتنفيذ عمليه. انا ما بخشش عشان كده فرح عمده ولا اقتحم وخلاص. أيوة لا، المعلومات الدقيقه اللي بتوصل، حتى لو كانوا موجودين في مغاره يبقى تفاصيل المغاره، موجودين في مبنى تفاصيل هذا المبنى، اذا كانوا متوزعين في اكثر من مكان فيجب ان اصل لكل هذه الاماكن. راحوا الغاز الناحيه الثانيه، ففي اسلوب ثاني برضه. انا عارف الناس اللي هنا الاساسيين عند القاده وعند عائلاتهم وعندي وعندي وعندي، دول يجب اخدهم وهم يبقى هم اسلوب الضغط، وليس هم زي ما هم عاملين يلعبوا علينا بقالهم اسبوع، يلعبوا علينا ان مره يضربوا معسكر ومره يخطفوا واحد. طب كويس حضرتك قلت موضوع الاسبوع ده، عامل التاخير بقى يا فندم، يعني نعم. عامل التاخير يعني هل احنا كده ماشيين بخطوات مناسبه، التوقيت تمام، ولا كل ما بنتاخر شويه كل ما فرص نجاح العمليه بتقل؟ العمليه تمت يوم الاربعاء بالليل، كان المفروض اقصى حاجه من 48 ل 72 ساعه تكون هي. طبعا هذا المط ادى ضبابيه شديده، القرار السياسي اتاخر جدا، ادى الضبابيه الشديده لمن سينفذوا العمليه. سيادة اللواء أحمد رجائي عطية، الخبير العسكري ومؤسس الفرقة 3 سبعات.